يعني انا اخلص من فايلر يجي لي موسيماني، يعني بعد اللي كان فايلر عمله فيا قبل الكورونا وبعد الكورونا، وكل شويه اقعد اقول ايه يا عم فايلر في ايه، ايه يا عم فايلر ما بتخسرش، ايه يا عم فايلر القطار السريع اللي انت راكبه، ايه يا عم فايلر اللي انت بتعمله دلوقتي، واضح ان انا هبدا اقول ايه يا عم موسيماني في ايه، ايه يا عم موسيماني ما بتخسرش، ايه يا عم موسيماني القطار السريع اللي انت بتعمله. ما شاء الله طبعا ولا قوه الا بالله، عشان الناس اللي بتزعل مني وتقول انت بتحسد الاهلي، يا عم احسد مين؟ هو ده بتحسد؟ قصدي انا ما بحسدش حد، انا ما بحسدش حد والله، ربنا رب يكرمكم. وانتم مخلصين الدوري من زمان، فخلي في قلوبكم رحمه. يعني انا بواجه وبناشد اداره النادي الاهلي ان يدوا توجيهات رسميه للمدرب موسيماني، او المدرب طبعا اسمه الثنائي بيتسو موسيماني، ان هو يخف شويه ويبدا بقى ايه يوزع على الحبايب كده شويه هدايا بقى. يا عم مش مشكله، خلي انبي يكسبك يا عم، فرقه عايز تصعد خليها تكسبك، اشمعنى احنا كزمالك بنعمل كده؟ اشمعنى احنا بنوزع الهدايا عادي؟ بجد بجد والله العظيم، يعني مش كل المدربين عامة في كرة القدم لما بيجوا بتلاقي بصمتهم واضحة من المباريات الأولى، دايما بنلاقي البصمة بتوضح بعد شوية، فترة 5 9 10 مباريات حتى، لغاية ما يبدأ اللعيبة تفهم وتستوعب وتلعب بالخطة والتكتيكس اللي انت عايزه. ولكن فعلا فعلا موسيماني بصمته واضحة جدا، النادي الأهلي غير، النادي الأهلي شكله متغير جدا، الروح رجعت تاني لعيبة النادي الأهلي. فاستأذنك قبل ما نخش في بداية الحلقة ونخش في التفاصيل ونخش بقى نرغي والكلام ده كله، ونحكي ازاي موسيماني رجع الروح للنادي الأهلي، وازاي موسيماني علاقته بلعيبة النادي الأهلي تطورت جدا في بين ليلة وضحاها زي ما بيقولوا. لو انت أول مرة تشوفني ومكبر الشاشة، صغر الشاشة، في تحت زرار أحمر مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك، دوس عليه، وجنبه جرس، دوس على الجرس، اختار اول اختيار بعد اذنك. ولو انت جديد او قديم معانا في القناه، ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك مهم جدا في انتشار الفيديو، وما تنساش تعمل كومنت كمان وتقول لي تعليقك على المباراه، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لاي حد. يعني المهم، موسيماني النهارده في المباراه عادي، يعني بدا بخطه عاديه 4 2 3 1، ولكن ركز بقى، موسيماني بدا بيها ولكن ورقيا، يعني النهارده النادي الاهلي كان 4 2 3 1 ورقيا، ولكن كان في الملعب كان في حاجات تانية خالص، كان في ثنائيات، كان في مثلثات، كان في كور محفوظة متدربين عليها، وجمل تكتيكية عالية جدا لعيبة النادي الأهلي متدربين عليها وحافظينها وعارفين ازاي يطبقوها. موسيماني غير ان هو مدير فني ذو خبرة إفريقية قوية وخبرة إفريقية عالية وعنده خبرة باللاعب الإفريقي، يمكن ما عندوش خبرة قوي باللعيبة المصريين، ولكن بيعوض الحتة دي بإيه بقى؟ إن هو دكتور نفسي قوي. هو مش معاه شهادة دكتور نفسي، ولكن هو دكتور نفسي قوي. موسيماني من ساعة ما جه قعد مع لاعب لاعب في قائمة النادي الأهلي سواء كبار أو شباب، وكلمه على انفراد. أنت متخيل إن المدير الفني جاي يشتغل بقوة، جاي يشتغل، جاي واحد جاي يشتغل، واحد بتاع شغل، واحد حريقة شغل، واحد ما شاء الله جاي، أنا جاي أشتغل مش جاي أهزر، مش جاي أخد فلوس وأمشي، لا أنا جاي عايز أعمل إنجاز مع النادي الأهلي، عايز أعمل تاريخ مع النادي الأهلي، عايز أعمل أحقق بطولات مع النادي الأهلي، عايز الجماهير تحفظ اسمي، الجماهير تحبني، الجماهير تناشد باسمي، أفضل لأكبر فترة ممكنة متواجد في الإدارة الفنية للنادي الأهلي. فده واحد جاي يسعى، جاي يجتهد، ودايماً ربنا اللي بيسعى أو اللي بيجتهد بيكون معاه، يعني ولكل مجتهد نصيب، دايماً ربنا بيكون معاه. فعجبني جداً شغل موسيماني، إن هو عنده الحتة النفسية عالية عامة مع اللعيبة. قعد مع كل اللعيبة بلا استثناء زي ما بقول لك، واضح على اللعيبة ان هم متأثرين جدا نفسيا بموسيماني، روحهم المعنوية رجعت ارتفعت مرة أخرى، تحس ان في مزاج، مزاج فعلا بيلعبوا بيه. واحد يقول لي اه عشان الأهلي خد الدوري، لا مش عشان كده، طب ما الأهلي واخد الدوري من أكثر من مباراة، ولكن كانوا مش بيلعبوا بنفس، مع فايلر ما كانوش بيلعبوا بنفس، مش تحس هم مش عايزين، يعني مخنوقين، مش دي روح الفانيلا الحمراء اللي الاهلي بنشوفه بيلعب بيها. مفيش الضغط الهجومي والكثافه الهجوميه اللي كانت بتخوف اي فرقه قدام الاهلي، مفيش القوه والصلابه الدفاعيه اللي كانت بتخوف برضه اي فرقه امام الاهلي. كان الاهلي دايما مشهور بحاجه معينه، الا وهي الاهلي بمن حضر. الموضوع ده كان غايب شويه في الفتره الاخيره مع فايلر، بغض النظر ان هو كان بيكسب كل حاجه، ولكن الاهلي بمن حضر يعني ايه؟ كلمة الأهلي بمن حضر اللي كانت طالعة على الأهلي أو الجملة المشهور بيها النادي الأهلي، مش معنى كده إن الأهلي هيكسب وخلاص، لأ، معناها إنك هتلاقي الروح في من حضر في المباراة، روح الفانيلة الحمراء في من حضر في المباراة، روح العزيمة والإصرار والقوة والبطولة في من حضر في المباراة، وهكذا. مش مجرد ان انا اكسب، لا، ما انا ممكن اكسب 2 3 0 بس بدون روح، ممكن عشان الفرقه اللي قدامي وحشه، ممكن اكسب 3 0 بثلاث ضربات جزاء، لا مش دي، لا، في روح.
مروان محسن تحس ان هو كان عليه ضغوطات كبيره جدا 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 وتخلص منها. مروان محسن بيلعب برواقه، تعرف منين بقى؟ اللاعب اللي الكره تجيله في اول المباراه ويروح واخدها لوب كده من فوق الجون، الكره التانيه تجيله يروح واخدها ويتأنى ويصبر وياخد اللاعب يلم ويلعبها ببطن رجله لفه في الزاويه اللي على شمال حارس مرمى انبي. ده ستايل لعب واحد رايق، واحد مش مضغوط، واحد مش مخنوق، واحد في حد جه كلمه وهيئه نفسيا وشال من عليه حمل وضغوطات كبيرة جدا، ألا وهو بيتسو موسيماني وجهازه الفني. مدرب محترم، مدرب طيب، مدرب انا والله يعني يمكن الناس زملكاوية تشوف تقول لي يا عم انت بتمدح كده ليه؟ لا انا بحب الناس المحترمه والله العظيم، انا حاسس ان موسيماني محترم، حاسس ان هو طيب، ببص على وشه برتاح نفسيا والله العظيم بجد، يعني بحس ان هو لذيذ. فايدر لما كنت ببص له كنت بتخنق وحياه ربنا بغض النظر، بحس ان هو مغرور، بحس ان هو تنك. وعلى فكره عشان ما حدش يقول انت بعد ما فايدر مش بتقطع فيه، لا ارجعوا لكل حلقاتي السابقه وكمان في بداية ما فايلر جه هتلاقوها عندكم على القناة بإذن الله، وشوف كنت بقول على فايلر اكتب عليه إن هو عنيد وإن هو مغرور جدا ما بيسمعش غير نفسه. مدرب حلو، أه مدرب حلو، ولكن أداؤه قبل الكورونا كان غير بعد الكورونا تماما. بعد الكورونا هو أصلا قرفان، تحس إن هو ملوش نفس، تحس إن هو مش طايق يقعد في مصر، مش طايق، ده على طول عامل كده مالك يا عم، في ما تفك شوية يا عم، خلي ربنا يفك علينا. فكنت بتضايق جدا من فايلر في حته الغرور، حته التكبر، حته انه شايف نفسه انه عنيد ما بيسمعش غير نفسه. لا موسيماني تحس ان هو مدرب مننا، غلبان كده ابن حلال، هادي، بيتكلم مع اللعيبه، تحس ان هو بشوش كده، فاهم؟ انا بحب الناس دي والله جدا، يعني انا بحب الشخصيات دي. وبعدين انا اصلا من الناس اللي يعني بحب جدا وبعز الناس الأفارقة، يعني بجد الناس الأفارقة دول معظمهم والله بجد، لأن مفيش حد فينا كامل، يعني طيبين ولزاز ودمهم خفيف وناس كده تحس إن هم ولاد بلد. فأنا بعز يعني الأفارقة جدا. يمكن اللي خلاني يعني عايز الأفارقة قوي بالذات كمان من أيام ما كان كوفي في الزمالك، أنا بحب كوفي جدا من أيام برضو ما كان سيسيه في الزمالك، مش رزاق السيسي الصغير، لا سيسيه التاني لما كان في الزمالك برضه كنت بحبه جدا، كنت بحب جدا معروف يوسف، حاسس ان هم طيبين كده. فبجد موسيماني مقدم على الاهلي اداء عالي جدا، بيلعب يعني لعب في اكثر من مركز، يمكن لعب النهارده العربي بدل خط نص، ولعبه باك يمين، ولعبه قلب دفاع، ولعب محمد هاني قلب دفاع، ولعبه باك يمين، ولعب احمد فتحي باك شمال وهو اصلا باك يمين، ورجع حمدي فتحي كمان مدافع وحط كذا، بيقدر كمان يضرب اللعيبه على اكثر من مركز عشان ما يحصلش عنده نقص. مدرب فعلا واعي، في جمل تكتيكيه عاليه، الاهلي زاد صلابته الدفاعيه، زادت قوته الهجوميه، كل لاعب بقى عنده اكثر من مركز. بجد انا مبسوط جدا بموسيماني لان انا بحب الناس المحترمه، بحب اشوف كوره حلوه بغض النظر. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الزمالك ونادي الاهلي في افريقيا، ورب يبقى النهائي مصري مصري باذن الله. كان معكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، ان شاء الله فيديو جديد، سلام عليكم.